ارحل ارحل ايمن ارحل ارحل ارحل. من أمام السفارة التركية في الرابية دعا أهالي المختطفين اللبنانيين السفير التركي إينان أوزدليز إلى مغادرة لبنان، محملين الدولة التركية مرة جديدة مسؤولية عدم الإفراج عن الزوار التسعة. الأهالي إذن اعتصموا أمام المدخل مانعين أي شخص من الدخول إلى السفارة، رافعين صور مختطفيهم وصور المطرنين يوسف اليازجي ويوحنا إبراهيم. أيضا نحن جينا حبينا بس نوصل له إنذار للسفير التركي، نقول له انه هي نحن جايين لعندك و22 شهر قرب الموعد، بدنا نفرجيه ان شاء الله من بعد 22 شهر كيف ممكن نتخطى حدودنا. موعدنا النهائي ب 22 ايار، اذا ما كان مبين شيء نحن يعني ما يلومونا، يكملوا شغلهم بس نحن في عندنا شيء بدنا نعمله وما بنقدر نلتزم مع حدا. اذا ب 22 كان في اي تعقيدات او الملف ما انتهى، في تصعيد رح يكون كثير كبير على الاتراك وعلى كل من عرقل بهذا الملف. الاعتصام لم يمر من دون تلاسن اهالي المخطوفين مع احدى السيدات التي كانت قصدت السفاره التركيه لاجراء معاملات، مما دعا القوى الامنيه المنتشره امام المبنى الى التدخل سريعا لمنع تطور الامور. الاهالي من بعدها قرروا كتابه رساله للسفير أوزدليز، رساله احتجاج على مواقفه وانذار لعواقب حلول تاريخ 22 ايار من دون الافراج عن المخطوفين. واخيرا نذكرك أن حدودك هي حدود السفارة فقط وحدودنا هي كل الوطن. المعتصمين قاموا من بعدها بوضع هذه الرسالة في ظرف وتسليمها للقوى الأمنية بغية إيصالها إلى السفير التركي.